عودة مرة أخرى إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس والشأن الخارجي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار لقناة CBN الأمريكية أن الهدنة في سوريا مثال على نجاح التعاون مع روسيا. أفاد ترامب بأن الولايات المتحدة وروسيا تستطيعان العمل معا في سوريا وملفات أخرى، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الساري في جنوب سوريا مثالا على الإيجابيات التي أثمر عنها لقاؤه مع بوتين. في سياق آخر، أعلنت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وسط تجمع معارضين إسلاميين قرب مدينة إدلب شمال غرب سوريا. سيادة العميد، يمكن حضرتك أكثر الأشخاص أو الضيوف الكرام الإلماما بالملف السوري منذ بداية الحرب. الآن هناك تعاونات ما بين دونالد ترامب وبوتين لإغلاق أو لتحسين الوضع في سوريا. هل ستثمر هذه فعلا المساعي لشيء على الأرض أم شبيهها شبيه غيرها من المساعي؟ لا، ولا شك أن ترامب أعاد أمريكا للصراع السوري. يعني كان في فترة ما بعد 9 يوليو تموز 2016 اتفاق لافروف كيري واللي حصل تناقض بعده، أمريكا مش موجودة تقريبا عدا في بعض العمليات هنا وهناك، فهو أعاد الحقيقة الوجود الأمريكي. لكن مش هنقدر نقول إن هو لصالح الشعب السوري في الأخير يعني، لكن هناك خطوط حمراء لكل طرف، هناك مصالح لكل طرف، هم اتفقوا عليها. أول خط أحمر هو قضية وجود الإيراني على حدود خطوط التماس مع إيران والأردن في مناطق درعا القنيطرة وخطوط التماس مع الجولان المحتل. في هناك رغبة مشتركة ما بين الروس والأمريكان بأن لا تتواجد إيران وعلى مسافة 30 كيلو من خطوط التماس، سواء إيران أو حزب الله. أمريكا عايزة تقطع الكوريدور أو الخط اللي هو من العراق وحتى بيروت، وبتعمل حاجة، بتسعى تعمل حاجة اسمها دي كونفليكتنج زون، منطقة ما فيهاش أي أنواع من الصراع، تقطع الكوريدور ده. الروس عنده خط أحمر فيما يتعلق بالساحل اللي هو منطقته، وجرى تقسيم الدول الراعية اللي هي تركيا واللي هي إيران وروسيا، إن هم بعدوا إيران عن خطوط التماس وجعلوها مراقبة في مناطق حمص ومناطق جنوب شرق دمشق في الغوطة الشرقية، ووضعوا تركيا في إدلب في المنطقة اللي هي بتمثل يعني مناطق اهتمام ليها في الشمال الحلبي والشمال السوري بشكل عام. فبالتالي هم نجحوا في ده لمصالح مشتركة، يضاف إلى ذلك أن أمريكا حريصة أن لا تتواجد ميليشيات إيرانية على خطوط التماس مع العراق ما بعد داعش، وخاصة أنها عندما وصلت الميليشيات الإيرانية عند معبر التنف الحدودي لم تتردد القوات الأمريكية وتعاملت معها على الفور، ده في إطار منع الكوريدور أو الاتصال ما بين اللي هو الهلال الشيعي او الهلال الفارسي اللي بتسعى ايران طول عمرها. فجيد ان يعودوا الطرفين، يعني اقصى احلامهم وان كان بعيد المنال ان توجد كيان عسكري وكيان سياسي سوري يجمع الجميع، يمكن للدولتين التعامل معه. لكن هذا التقارب اكد ان سوريا اصبحت هي المسيطره على المشهد في سوريا، أكدت ذلك واعترفت به الإدارة الأمريكية، ويبقى التنسيق في مناطق تبريد الصراع سواء في الشمال أو في مناطق حما وحلب، مناطق الوسط أو مناطق حول دمشق أو مناطق خطوط التماس اللي هي مناطق تبريد صراع، وعلى الساحل مناطق تجميد الصراع ثم مناطق منع الاشتباك. فأنا أعتقد أن ترامب ما بعد تردده في تناقضات أصبح يعني يلم بكيف يتم الوضع في سوريا. ما اللي بيفيد مصر أن هناك تقارب فرنسي أيضا أمريكي حول أن لا نتحدث عن رحيل الأسد وأن يكون الأسبقية الأولى للقضاء على الإرهاب، وأعتقد ده يتقارب مع الرؤية المصرية للحل في سوريا، أن يتم التعامل مع الإرهاب ثم ننتقل انتقال سلمي ما بعد، سواء في جنيف 7 اللي بتفشل دلوقتي أو في جنيف أو أستانة أخرى. وصل الجانب